السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم في موضوع مهم وفي نفس الوقت بسيط، الفيربس اللي بيجي وراه أو الحاجات اللي بتيجي ورا الأفعال. عندي أنواع من الأفعال بيجي معاها تو المصدر بس، مينفعش يجي وراها ING. يبقى أنا بقارن دلوقتي الموضوع اللي أنا بتكلم عليه النهاردة، يا ترى الفيرب اللي قدامي ده او الفعل اللي قدامي ده بيجي وراه تو المصدر ولا بيجي وراه اي ان جي ولا بيجي وراه الاثنين، ويا ترى هيبقى ايه معناه. قال لي في افعال بتاخد تو المصدر بس، في افعال بتاخد اي ان جي بس، ما ينفعش تاخد تو المصدر. في افعال بتاخد الاثنين بدون اي اختلاف في المعنى، في افعال بتاخد الاثنين مع اختلاف بسيط، في افعال بتاخد تو المصدر والاي ان جي مع اختلاف كبير جدا في المعنى. هنمشي حاجه حاجه مع بعض. اول حاجه عندي اللي هي الافعال اللي بتاخد تو والمصدر بس. عندي مثلا زي الفعل ديسايد، يقرر. عندي الفعل وانت، يريد. عندي الفعل بلان، يخطط. يبقى الافعال ديت واخواتها ما بيجيش معاها الاين الا تو المصدر بس، ما ينفعش يجي معاها اين جي. يعني لو على سبيل المثال انا لما اجي اقول لك مثلا اي وان نوت تو اليكس، يا ترى هنا احط تو ترافل ولا traveling؟ قال لي لا، اخد to travel، ما ينفعش traveling. يبقى انا عندي في اول نوعين الموضوع لا يقبل الاسم على اثنين، ما ينفعش يقبل الاسم على اثنين. يبقى يا ابيض يا اسود، يا اما to المصدر يا اما ing، ما ينفعش ده او ده. خلاص يبقى ده كده اول نوع. طيب النوع الثاني، قال لي النوع الثاني عندي افعال بتاخد اي ان جي زي مثلا افويد، عندي ديناي ينكر، عندي مثلا سجست يقترح. يبقى الثلاثه دول بيجي معاهم اي ان جي بس، ما ينفعش يجي معاهم تو المصدر. زي اما اجي اقول لك مثلا هي ماست avoid not، واجي اقول لك اجيب to smoke ولا smoking، قال لي لا smoking. يبقى انا عندي اول نوعين دول ما بيقبلوش الاسم على اثنين، يا اما to المصدر يا اما ing. يبقى انا عندي في افعال بتاخد to المصدر بس، افعال بتاخد ing بس. في افعال بتاخد الاثنين، يعني ممكن يجي معاها تو المصدر وممكن يجي معاها ان جي دون اي اختلاف في المعنى. يبقى النوع الثالث ده قال لي دون او بدون اختلاف، مفيش اي اختلاف. زي مين؟ قال لي عندك ستارت، بيجين، كونتينيو. يبقى ستارت وبيجين وكونتينيو بيجي معاهم تو المصدر او اي ان جي دون اي اختلاف في المعنى. لو انا جيت خدت مثال وجيت قلت اي ستارتد تو بلاي تنس وين اي واز 6، قال لي هنا ممكن اقول تو بلاي وممكن اجي اقول لك بلاين، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. يبقى انا عندي الافعال ديت تاخد تو المصدر او اي ان جي ومفيش اي اختلاف في المعنى، ستارت بيجين كونتين. طيب نروح النوع الرابع، قال لي افعال بتاخد تو المصدر او فيرب واخد اي ان جي مع اختلاف بسيط. زي مين؟ قال لي عندك love، عندي prefer، عندي like، عندي hate. قال لي الأفعال دي
ممكن اجي اقول لك I like to drink tea، وممكن اجي اقول لك I like drinking tea. يبقى هنا انا قلت لك to drink، هنا قلت لك drinking. طب ايه الفرق؟ قال لي مفيش فرق، بس في فرق بسيط قوي اللي هو ايه؟ قال لي يعني الاثنين يمشوا الاثنين ينفعوا؟ اه الاثنين ينفعوا، بس ايه الفرق البسيط؟ الافعال دي لما تاخد تو المصدر يبقى انا هنا بتكلم بصفه عامه. اسف، في موقف محدد، انما الاي ان جي يبقى انا بتكلم بصفه عامه. ازاي؟ قال لي تو المصدر ده انا بتكلم ناو دلوقتي. I like to drink tea. زي ما واحد يجي يقول لي انت تحب تشرب ايه؟ اقول له احب اشرب شاي. غير لما يجي يقول لي ايه هو مشروبك المفضل؟ يبقى اقول له I like drinking tea. يبقى at any time، في اي وقت. يبقى انا هنا بتكلم بصفه عامه، هنا انا بتكلم في وقت معين او وقت محدد. يبقى انا تاني هقول تاني، يبقى احنا بنتكلم على اللي بيجي ورا الفيربس او الافعال بتاعتنا. يا ترى الفيرب اللي قدام عيني ده بيجي معاه تو المصدر ولا اي ان جي؟ يبقى انا كلامي كله على حاجتين النهارده، يا تو المصدر يا اي ان جي. قال لي في افعال تاخد تو المصدر بس ما ينفعش يجي معاه اي ان جي، افعال تاخد اي ان جي بس، عندي افعال تاخد الاثنين دون اي اختلاف في المعنى زي start و begin و continue، عندي افعال تاخد تو المصدر فيرب واخد اي ان جي مع اختلاف بسيط في المعنى. لو جه معاها تو المصدر يبقى انا بتكلم ناو دلوقتي او في موقف معين في مناسبه معينه. لو جه معاها اي ان جي يبقى انا بتكلم ان جنرال بوجه عام او في اي وقت. طيب الافعال دي يا جماعه لو جه معاها، لو جه قبلها would، يعني انا عندي مثلا love وعندي prefer وعندي like، لو جه قبليهم would يبقى انت غصب عنك لازم يجي معاهم تو المصدر. يعني انا لما اجي اقول لك I would love يبقى لازم اجي اقول لك to drink tea وهكذا. drink tea، يبقى انا هنا عندي جه قبليها would، قبل الفعل love would لازم يجي بعديه to والمصدر. خلاص؟ طيب الجزئيه الاخيره اللي هي عليها الشغل كله، الافعال اللي بيجي معاها تو المصدر او فيرب واخد اي ان جي بس في اختلاف كبير جدا في المعنى، اختلاف 180 درجه زي ما هنشوف ازاي. قال لي النوع اللي انا هتكلم عليه اللي هي افعال بيجي معاها تو والمصدر او فيرب واخد اي ان جي مع اختلاف كبير جدا في المعنى. عندك رقم واحد هشتغل عليه stop، stop to والمصدر، يبقى هنا ده معناه يتوقف عن عمل شيء لكي يفعل شيء آخر. يعني انا كنت بعمل حاجه ومره واحده وقفتها عشان اعمل حاجه تانية. زي ما اجي اقول لك ايه، وانا مروح البيت وقفت اشتري عيش، يبقى انا كنت ماشي مروح وقفت عن موضوع المروح وقفت اشتري عيش، وانا رايح المدرسه وقفت عشان اسلم على احمد، يبقى انا توقفت عن ذهابي للمدرسه او مروحي للمدرسه عشان اعمل حاجه تانية اللي هي اسلم على احمد. ازاي؟ لما اجي اقول لك ادي مثال اهو، اون ماي واي
هوم وانا مروح البيت. I stop to buy some bread. ادي تو المصدر، يبقى انا توقفت عن مروح البيت علشان اشتري عيش. خلاص. طيب انما لو جه معاه الاي ان جي قال لي يعني ستوب، ادي الشكل الثاني بتاعي بتاع ستوب. لو جه معاها اي ان جي قال لي يبقى يتوقف عن فعل شيء نهائيا اللي هو لم يعد يفعل. ازاي؟ قال لي يعني لما اجي اقول هي ستوب نوت، وهو معانا كده هي نو لونجر سموكس، ما بقاش يدخن. خلاص ما بقاش يدخن، معنى كده ان هو امتنع عن التدخين نهائيا. يبقى هنا اقول لك تو سموك ولا سموكينج؟ لا سموكينج. يبقى تاني يا جماعه، تاني يبقى الافعال اللي احنا بنشتغل عليها مع بعض بيجي معاها تو المصدر واي ان جي مع اختلاف كبير جدا في المعنى. ستوب تو المصدر انا كنت بعمل حاجه، وقف عشان اعمل حاجه ثانيه. اي ان جي امتنعت او توقفت عن فعل شيء انا كنت بعمله، ده الفعل ستوب. طب نروح لفعل ثاني. قال لي الفعل الثاني اللي هو عندي regret، يندم او يأسف. لو جه معاها to والمصدر قال لي هيبقى معناها يأسف على فعل شيء سوف يفعله. ازاي؟ انا لما اجي اقول لك مثلا I regret to tell you that your father had an accident. انا اسف او انا متاسف او انا زعلان ان انا اقول لك. يبقى هو لسه هيقول يبقى regret to المصدر، لسه الحاجة هتحصل ان انا اقول لك ان والدك عمل حادثة. زي ما اجي اقول لك ايه، انا مش عايز اروح الحفلة دي، انا ندمان او اسف ان انا هروح الحفلة، يعني انا رايح غصب عني، بس هو لسه هيروح ولسه ما راحش. يبقى هنا بص للمثال ده، لما اجي اقول لك I regret to go to the party. I don't want to go. أنا مش عايز أروح. يبقى هو لسه هيروح. يبقى هو ندمان أو زعلان إن هو هيروح الحفل. طب عرفت منين هنا تو المصدر؟ لان الجمله الثانيه بيقول لك انا مش عايز اروح، يعني هو لسه اصلا ما راحش. انما بص المثال الثاني او الحاله الثانيه بتاعت ريجريت، قال لي ريجريت لما بيجي معاه فيرب واخد اي ان جي قال لي يندم او يأسف على فعل شيء تم. ازاي؟ قال لي بص نفس المثال ده انا هكتبه هنا، بس بص انا هكتبه ازاي. لما اجي اقول لك I regret not to the party. I didn't want to go. انا ما كنتش عايز اروح. معنى كده ان هو راح وما كانش عايز يروح. يبقى هنا هتضطر ان انت تكتب going
لأنه هو ندمان أو آسف إن هو عمل حاجة، يعني هو عمل الفعل بس ندمان أو آسف إن هو عمل. يبقى أنا عندي stop to المصدر يتوقف عن فعل شيء كان بيعمله عشان يعمل حاجة جديدة. stop ing يتوقف أو يقلع عن أو يسيب حاجة نهائي، خلاص مبقاش يعملها. regret to المصدر يأسف على فعل شيء هيعمله. هنا regret ing يأسف أو يندم على حاجة هو عملها ما كانش عايز يعمل. خلاص يا جماعة، زي ما واحد مثلا يعمل خطأ معين ويجي يتأسف يقول لك I'm sorry for making this mistake. I'm sorry for making this mistake. I regret making this mistake. أنا ندمان إن أنا عملت الخطأ ده. فالفعل اللي بعده عندي remember to والمصدر قال لي يتذكر شيء ثم يفعله، افتكر حاجة وبعد كده اعملها. ازاي؟ لما يجي مثلا المدرس بتاعي يقول لي remember to bring your box tomorrow. افتكروا ان انتوا تجيبوا الكتب بتاعتكم بكره، يبقى شو المصدر. مثال تاني، لما اجي اقول لك I always، انا دائما remember، اتذكر اهو، to close the door on leaving، وانا ماشي. يبقى هنا انا بفتكر الحاجة وبعد كده اعملها. طيب بص بقى، لما بيجي معاها ING remember، لما بيجي معاها الفيرب واخد ING يتذكر شيء فعله في الماضي. انا لما اجي اقول لك انا فاكر ان انا شفت الراجل ده قبل كده، هم هنا كده I remember meeting this man before، انا فاكر ان انا شفت الراجل ده قبل كده، يبقى I met him in the past في الماضي. معانا لا يا جماعة؟ خلاص. واحد يجي يسألك انت قفلت الباب ولا لا، اقول له لا، انا فاكر ان انا قفلت الباب، I remember closing the door after I left، وهكذا. طيب عندي فعل تاني اللي هو forget. ادي forget. forget لو جه وراها to والمصدر قال لي تعني النفي، يعني الفعل ما حصلش. ازاي؟ لما اجي اقول لك I forgot not the door. I didn't close it. أنا ما قفلتوش. معنى كده إن أنا نسيت إن أنا أقفله. نسيت إن أنا أقفله والفعل ما حصلش، يبقى to المصدر. يبقى هنا to close the door. خلاص؟ إنما عندك forget لو جه معاه الفيرب واخد ing معناها ينسى انه فعل شيء، يعني انا عملت حاجه ونسيت ان انا عملتها. ازاي؟ بص، لما اجي اقول لك
I forgot taking the medicine, so I took it again. Again. في فرق لما اجي اقول لك I took it again، فرق لما اجي اقول لك I took it at once. لما اجي اقول لك انا خدته في الحال، يبقى هنا I forgot to take the medicine. يبقى انا هنا ما خدتش الدواء عشان كده خدته دلوقتي. انما لما اجي اقول لك انا خدته تاني، يبقى انا نسيت ان انا خدته اولين. يبقى forget to المصدر ينسى ان هو يعمل حاجه، يعني هو ما عملهاش. خلاص؟ بتعبر عن النفي. اهو forget to close، يبقى هو ما عملش حاجه، نسي ان هو يعمل شيء. انما line G هو عمل حاجه بس نسي ان هو يعمل. طيب عندي الفعل try، try معلش احنا قربنا نخلص اهو. try try to مصدر بتعبر عن صعوبة الفعل، يحاول تجربة شيء معين بصعوبة، وفي الغالب النتيجة سلبية. يبقى try to المصدر في صعوبة في أداء الفعل، زي ما أقول لك إيه؟ I tried to catch the bus. حاولت ان انا الحق الاتوبيس، but I couldn't. انا ما قدرتش. يبقى هنا try to المصدر في صعوبة في اداء الفعل، وفي الغالب بتبقى النتيجة سلبية. لكن عندك try بيجي وراه ing، يحاول تجربة شيء ليرى النتيجة. زي أما أقول لك مثلا I tried taking this medicine. أنا جربت الدواء ده. I tried taking this medicine because of the terrible headache، بسبب الصداع الفظيع. يبقى هو هنا خد الدواء علشان يشوف النتيجة بتاعته او تأثيره. طيب ادي try. بعد كده عندي go. go الفعل جوه يا جماعة، go on ing يستمر في عمل نفس الفعل، ما طلعش براه. زي ما اقول لك انا قعدت اعمل واجب او في واجب العربي 3 ساعات، يبقى اقول لك كده I went on doing my Arabic homework for 2 hours. يبقى انا قعدت اعمل في واجب العربي ساعتين، ما بعملش حاجه غيره. انما لما اجي اقول لك go on to مصدر، ينتقل من فعل لفعل. لما اجي اهو اقول لك after doing after doing my math my math homework I went
I went on to do my English homework. أو after doing my homework, I went on مثلا to watch TV for 2 hours. يبقى أنا كنت بعمل حاجة ورحت الحاجة تانية. يبقى أنا عندي go on ing, أنا شغال في نفس الفعل أو في نفس الحاجة, إنما go on to المصدر أنا انتقلت أو رحت الفعل تاني. طيب في حاجة بس إحنا عايزين نتكلم عليها أو ننبه عليها عشان الناس تبقى واخدة بالها منها. إيه هي؟ إن أنا عندي في expressions كده كده بتاخد ing زي مين؟ قال لي مثلا عندك can't stand تاخد ing, عندك fancy برضو بيجي وراها ing, في عندي حاجات اخرها to وتاخد ing زي verb to be مع مين؟ قال لي مع قاعدة used to ing, بس طبعا هنا بيبقى عائل. عندي مثلا object to ing, خلاص. يبقى في expressions معينة حتى لو اخرها to هيجي معاها برضو ال ing. طبعا الدرس محتاج تطبيق ولازم الناس تحل عليه, ننزل عليه اكسرسايز ان شاء الله باذن الله ونبدا نطبق على الدرس.